لكم من قهوة المندلون ومن هالقعدة الحلوة أكيد مع ضيوفنا وبينضم لنا الناقد السينمائي الصديق كمان الياس دمر لحتى نناقش نحن وياه موضوع السينما إن كان العربية أو اللبنانية. نحن خسرنا وبتخيل هي خسرت كتير. رح نناقش كل هالمواضيع معك الياس. أهلا وسهلا فيك، شرفتنا. ثانك يو تمار. هاي ديانا، عن جد اشتقنا لكم. اي والله نحن بالاكثر كمان الياس، واشتقنا للسينما اكيد طبعا. يعني هيدا هو موضوعنا اليوم الياس اللي بدنا نناقشه معك. السينما العالميه او حتى اللبنانيه والعربيه هي تكبتت بخسائر كثير كبيره بسبب فيروس كورونا، لانه لازم يكون في تباعد اجتماعي، العالم خافت تتواجد بالسينما، منعوا كل صالات السينما كمان وحذروا منها انه هي اكثر مكان ممكن ينتقل فيها فيروس كورونا. فنحكي عن هذا الموضوع، يعني شو مصير السينما اليوم بعد هذا الفيروس؟ يعني مثل ما ذكرت ديانا، بعتقد السينما اليوم عم يقطع عليها اللي ما قطع بحياته عليها، يعني قطعت حروب عالميه وكوارث طبيعيه وغيرها، ويمكن كانت توقف السينما ببعض دول العالم، بس انه توقف بالطريقه اللي وقفت فيها هلا، مثل ما لانه العالم كله يعني عمل كانه شت داون، وقف سكرت كل الصالات، ويمكن بقي عدد صالات قليله، واللي سيطر هلا بعد شوي رح نحكي اكثر هو منصات البث الترفيهي مثل نتفليكس وغيرها. سو خسائر بالمليارات الدولارات ما لا تحصى، لانه يعني كل فتره نقول رح تفتح السينما رح تفتح، عم نشوف قد ايه كل الانتاجات الكبيره يعني كلها تاجلت. يعني اذا مثلا رح نعطي اول مثل، هو كان فيلم جيمس بوند وكان قرار جريء جدا لما قامت شركه ام جي ام ويونيفرسال واجلوه من شهر ابريل او نيسان لشهر نوفمبر. والمسير يقول انه ايه شو بده يصير ناجل فيلم ضخم ميزانيته 250 مليون دولار اللي هو الجزء ال 25 لبوند نو تايم تو داي، ناجله سبع اشهر شو بده يصير؟ لا بصير كثير، يعني تخيلوا معي هو كلفته 250 مليون، تاجيله بس لهالفتره بيقدر بخسائر ترويجيه وماركتينج بين 55 ل 60 مليون، يعني تخطى كلفته تخطى 300 مليون وعده مع غير يعني افلام. يعني نحن وعاملين فريز اساسا خسرانين. صحيح. لانه اوريدي بنعمل لو العمل ريدي يعني. صحيح. سو هيدا من اهم الافلام. وفي فيلم هلا بلكي بنحضر كمان مشاهد منه اللي هو تنت، وهيدا اللي كانوا على طول عم يراهنوا عليه هلا كفيلم ضخم كمان ميزانيته 205 مليون لكريستوفر نولان، يعني اللي اعطينا افلام اللي بتستفز الذكاء مثل انسبشن، انترستيلر، انسومنيا، وثلاثيه اكيد دارك نايت. كل فتره نقول رح ينزل تنت، هلا رح يفتتح موسم الصيف، وعم نشوف شو عم يصير، وكانوا مقررين بانه اخر هذا شهر جولاي ينزل الفيلم، واذ شفنا عملوا سبايك او يمكن عملوا يعني رقم قياسي بالولايات المتحده 45,000 فرد نهار، رجعوا اجلوا كل شيء، وهلا من مقرر انه ينزل ب 12 اوغست 12 اب. أوكي. على امل هلا اكيد رح نشوف مشاهد منه، لانه هذا الفيلم يعني مش بس انه انتاج ضخم، عم نحكي كريستوفر نولان يلي عن جد عنده شغف بشيء من نوع اسمه الوقت. نعم. طيب بس الياس يعني سؤال خلينا نشوف، ما زال حكينا عنه 100% يعني خلينا نشوفه ونرجع نكفي. All I have for you is a word. Tell it. It'll open the right doors. Some of the wrong ones too. Use it carefully. To do what I do, I need some idea of the threat we face. As I understand it, we're trying to prevent World War III. I'm not saying Armageddon here. No. Something worse. I gather you have an interest in a certain Russian national. Might bring me in. You really want to know? He can communicate with the future. Time travel? No. Inversion? Aim it and pull the trigger. You're not shooting the bullet, you're catching it. Poor. Well, I've seen too much. Well, we'll try and keep up. Your duty transcends national interests. This is about survival. Seems bold. Bold, I'm fine with it. I thought you were gonna say nuts. This is where our worlds collide. How would you like to die? Old. You chose the wrong profession. I
hell happened here? Hasn't happened yet. There are people in the future who need us. We need a tenant. We need to save them here and now. This reversing the flow of time wasn't us being here now. I mean, it never happened. You want to crash a plane, but not from the air. That was so dramatic. Well, how big a plane? That part is a little dramatic. يعني مع هالتريلر الياس تغير شكل تننت فيه بيقطع النفس صحيح. على قد ما التقنيات صارت عالية بالتصوير والتقنيات كمان المونتاج وكل هالأخبار والصورة والكالرين يعني كلها بتلعب دور. طب قبل قلت لنا أنه بده ينزل هلأ على صالات السينما العالمية يمكن بشهر أوغست صحيح. أغسطس صحيح. طب السؤال بيطرح نفسه يعني بعدنا عم نحكي عن موضوع كورونا اليوم لو نزل بصالات السينما مين رح يسترجع يروح على السينما ويحضر بظل هالشائعات اللي عم تطلع وبظل هيدا التحذير يعني ما كمان عم بياخذوا ريسك اكيد هلا اصلا احنا بالايام العاده اذا رحنا على السينما كان يصير في حوادث نكون عم ناخذ ريسك يعني هلا انا جاي لعندكم كان تاخذ ريسك انه جاي يعني الريسك هذا موجود بحياتنا معك حق يمكن اذا ضلينا نفكر فيه ما رح نعمل شيء لهيك حتى سالت سؤال كثير مهم حتى صالات السينما عم تحكي انه بحملاتها الماركتينج التسويقيه لما تعمل مثلا هلا فيديوهات او بروموشن لصالتها ما رح تجرب تركز على الخطوات الاحترازيه اللي بتوصف فيها منظمه الصحه العالميه رح يمرقوها بطريقه ذكيه غير مباشره لانه انت لما المشاهد قد ما يكون بحب السينما مثل عم تقولوا عم نضل نقول له غسل ايديك يعني عم يكون الحمل عم يركز اكثر على هذا الشيء من انه يركز على السينما وشغف السينما وحب السينما رح العالم ترجع تخاف كثير سو المهم انه مثل ما هلا حتى بلشوا بصالات الامارات حتى بلبنان عم يكون في ديستانسينج حوالي الاربع طب بيقولوا مقاعد بين الشخص او بين العائله والعائله قدامك بيكونوا بلوكت سيتس وراكي بلوكت سيتس بتفوتي بالكمامه باللوبي بس جوا اكيد لك حق اكيد تنزعي عنك واكيد سانيتايزنج واحد بضله منتبه يعني بالنهايه الكورونا بدنا نعرف فينا نتكيف معه ونضل نحن حامين حالنا بس دون شك انه لازم ترجع السينما تقلع وخاصه مع هيك فيلم يلي المخرج اللي وراه كريستوفر نولان هالمبدع وجه نوع مثل اذا بدك رساله حب بالواشنطن بوست ولا اروع من هيك قال انه السينما منا تجربه فرديه وذكرت شوي شيء تمار عم نحكي كنا هلا نحن بالتقولوا بالتحت الهواء انه شفنا نتفليكس شفنا غيرها بس لذه المشاهده على شاشه بالبيت مش مثل ما لذه السينما وهو قال انه ليش هي تجربه جماعيه نحن عم نروح للسينما قال له ما عم نروح بس للستارز اللي على الشاشه لا عم نسمع انفاس بعض بنكون وهيدا الشيء عن جد كثير بيساعد سبقتيني لانه قبل ما اوصل اقول انه نحن نضحك سوا بنبكي سوا بنفرح سوا نحن كمان عم نروح من العامل اللي عم ينظف السينما للاعبين البوب كورن وصولا للمنتج والكاتب والممثل اللي عم نشوفه على الشاشه هيدي هي التجربه الجماعيه اكيد كلنا سوا السينما احلى بكثير من ما تحضر ونعيش سوا بالبيت على التلفزيون قد ما صحيح. يكون كبير وقد ما عندك سراوند سيستم قوي صحيح. غير تجربه هلا قلت انه مفروض تكفي السينما بس في حال ما كفت بشكلها الاصلي خلينا نقول 100% شو البديل يعني اليوم عم ينحكى عن درايف ان الياس ما بعرف قد ايه الفكره مية. ممكن تساعد قد ايه اللذه فينا نقسمها ان بتوين بين المنصات وبين سينما يعني نحن اللي تعودنا عليه تمام لك معك حق موضوع كثير مهم لانه اذا بدك تقولوا الحاجه ام الاختراع بس منه كان اختراع قد ما هي انه رجعنا لتقنيه قديمه اللي هي السينما بالخارج وشفنا حتى كانت موجوده بلبنان ايام العز صح. وبعد الحرب وهلا عم ترجع بالدول الاوروبيه بامريكا انا مش عايشه التجربه بس عم بتخيل انه كل أنا حدا عايشتها ايام جوني روكيتس كانوا بقلب الباركينج عنايها بلبنان بالداون تاون بتروحي بتعدي بسيارتك بتاخذي البوب كورن والى اخره وبتحضري الموفي على شاشه كثير كبيره بباركينج وبتسمعي الصوت على موجه السياره بيعطوكي موجه على الراديو هلا الحلو فيها انه في ناس رجعوا قلعوا سينمياتهم الموجوده او كانت مش عم تشتغل كثير لانه خلص هالموضه مثل ما بيقولوا ادمت وفي ناس طلعوا بدول اوروبيه مثل المانيا طلعوا كل المعدات تبعولهم من سينمية وحملوها برا وفي هلا تجربه بنفتخر نحكي فيها هي تجربه لبنانيه مجموعه من الشباب اسمها ذا درايف ان لبنان بعتقد هلا رح نشوف نحن كمان صوره الانستغرام اكونت تبعولهم لانه بعدهم شوي شوي عم يقلعوا وبوجه هون تحيه لهالشباب بوجه لكريم ابو غيدا ولتمارا النقيب اللي هن اللي بدك على راس هيدي الحمله عم يعملوا سينما بالخارج ورح تكون متنقله بدءا من مدينه جبال الساحليه بنحبها كثير ورح يمروا بالمناطق ما رح تكون حتى ست بمطرح
بتقعدوا بس ماكسيموم ثلاثه بالسياره. اكيد كمان سوشيال ديستانسينج لانه ماكسيموم في يحضروا ثلاثه بجلوسهم. واكيد رح يكون في عده اجراءات للسلامه ذاكرينها هن عندهم اللي بيحب يفوت على اكونت انستغرام. وكل اللي حيطلعوا عائدات من هالدرايف ان رح تروح لمساعده الجمعيات الخيريه، وخصوصا نحن بالظروف الاستثنائيه الصعبه اللي عم نقطع فيها. صحيح. ورح يكون افلام كلاسيكيه لانه اكيد ما فيهم يحطوا افلام جديده وفي حقوق ورح تكون شوي صعبه عليهم. سو بيرجعوا على القصص اللي فيهم يعرضوها. سو تحيه للشباب اللي عن جد هيدي بعتبرها انا من نافذه امل باوقات نحن بدنا شيء يعني نتنفس ثقافي ونتنفس سينما. متى ممكن هالفكره تنطلق؟ عم يقولوا قريبا، هلا بكره رح يحطوا تفاصيل جديده، ولكل اللي بده يعرفوا تفاصيل حتى اسعار التيكتس وكل شيء كله موجود على ذا درايف ان ليبانون الانستغرام تبع الشباب. حلوه فكره فريده من نوعها ورجعت تجددت ولو انه انعملت من 20 سنه يمكن. صحيح. ورجعت هيك هلا تجددت بظروف الكورونا. الياس اليوم طيب شو حسنات وشو سيئات انه الواحد يروح على السينما بهيدي الايام؟ واذا ما راح على السينما كمان شو سيئاتها؟ خلينا نقول بدي اقول لك شغله. هلا ذكرنا شو قال كريستوفر نولان عن قصه انه السينما هي تجربه جماعيه، بس كمان قريت قصص ثانيه وقصص عن جد بنحس فيها، اللي هي انه بايام العاده السينما اللي احنا كنا نعتبرها هي مثل منفس او متنفس لكل هالعواطف اللي عندنا اياها، وايام بنقول احنا بنروح بنفش خلقنا، بنقعد هالساعه ونص ساعتين وبنعبر عن كل شيء موجود جواتنا، في قصص يمكن ما فينا نعبر عنها بالحياه الحقيقيه بنشوفها قدامنا هي لوحده المتنفس لنا. سو في حدا احد مدراء السينما بامريكا قال انه سينما سيفد مي باك ان تايم، انه السينما خلصتني بوقت الاوقات، هلا اجى الوقت نحن نخلص السينما، لانه السينما بلا الافراد اكيد اللي بيشتغلوا فيها والعالم تجي رح تموت ونوي تموت لانه ما في بديل لها، يعني شو ما يكون في حلول، مش اجى التلفزيون وجيت هلا منصات البث الترفيهي وغيرها، هيدي ما في شيء رح يحل محلها، لا الانترنت ولا اي شيء، لانه بنرجع بنحكي للتجربه الاصليه الاساسيه الفريده، التجربه هالجماعيه انه نكون نحن متواجدين سوا. بس هي بس موضوع الابلكيشنز مثل نتفليكس وغيرها هي شوي عم بتاثر على دور السينما، وخاصه هلا بايام الكوارنتين، يعني كلنا صحيح كانت اشتركنا ملجأ. اللي ما كان مشترك اشترك بهالابلكيشنز. مزبوط وعملوا سبايك، يعني منيح ذكرت الموضوع، كانت الملجا لنا انه نحضر عليها الكونتنت او المحتوى الابداعي. هلا كل العالم بتحكي انه بكونتنت، ما بيحكوا بقى باسم افلام ومسلسلات، وحتى نتفليكس كانوا متوقعين بالربع الاول من السنه انه رح يعملوا 7 مليون مشترك زياده، عملوا دوبل الرقم، عملوا حوالي 15 مليون مشترك بحق العالم، عم نحكي 190 دوله صاروا موجودين. نتفليكس يلي من 20 سنه عم برجع تتذكر بال 2000 كانت عم تخسر اول ما قلعوا بلشوا يعملوا خدمه الانترنت، وكانت تنباع ب 50 مليون دولار لبلوك باستر اللي هن كانوا يأجروا ديفيديات. بلوك باستر سكرت. هلا نتفليكس من فتره كانت قيمتها بالاسواق الماليه فاقت قيمه ديزني واللي هي اكبر عملاق بالعالم، كانوا هن 187 مليار كانوا بدهم ينبيعوا ب 50 مليون من 20 سنه، وديزني كانت 186، تفوق على ديزني اللي بحياتها ما صارت، وديزني اللي اشترت ما تركت شيء ما بلعتهم مثل ما بيقولوا بعالم البزنس من مارفل للوكاس لبيكسار. سو تخيلوا وين صارت. بس هن متوقعين اكيد لما ترجع تقوم تحسن رح ترجع شوي تنزل اسهمهم، بس دون شك انه مثل التلفزيون صار عندنا نحن منصه نقدر نحضر فيها المحتوى، ان كان افلام روائيه وثائقيه افلام مسلسلات، وعم نشوف حتى الافلام اللبنانيه والعربيه قد ايه هلا كمان اخذت بوست من ورا نتفليكس، يعني اللي ما كان يوصل له الفيلم باخر انحاء الدنيا صار بيشاهد الافلام مثل فيلم زياد دوي نادين لبكي وغيرهم. سو ما في شيء رح يحل محل شيء، بس اكيد نحن هون مثل بيقول يعني مثل بكيك وكله بده ياخذ حصته منه 100%. هلا ما عم نحكي ببديل لانه نحن بعاد كل البعد عن هيدا الموضوع، ولكن في طرق يعني بتهين شوي التاش علينا. خلينا نقول معقول بفرنسا قاعدين بباتو بالسان وعم يحضروا يعني اللي ذكرت رح اخبركم شو الفكره كثير حلوه. سينما سيرلو او السينما على الماء هلا ب 18 هذا الشهر هن معودين كل سنه عندهم نشاط صيفي بباريس يعملوا باري بلاج، لانه الكل مش قادرين يوصلوا اكيد على السواحل على شطوط السان نهر السان اللي بيقطع بنص باريس، اكيد بتعرفوا يعني المشهد حلو، يعملوا له مثل شواطئ اصطناعيه. السنة عاملين مبادرة مع عدد من السبونسرز ناس الداعمين انه رح يحطوا لهم شاشة سينما ورح يعملوا ينقوا 150 فائز بده يقعدوهم ب 38 قارب مع اكيد احترام لاصول التباعد الاجتماعي، ورح يحضروا فيلم لو جران با لجيل لوش، فيلم فرنسي كثير حلو حضرناه بكان، ومن ثاني ميله كمان اللي قاعدين على شط الرمل من ثاني ميله من النهر كمان رح يحضروا ويشاهدوا. يعني ليك شو الفكره حلوه وقد ايه عن جد يعني نبتدع قصص وبنخترع لما نكون بظروف معينه. الفرنسيين دائما يعني عندهم ابتكارات واختراعات وهن دائما عن جد توب اوف ذا لاين بهال شفنا الصوره كثير حلوه الصوره كثير حلوه، خاصه خلينا نقول انه الياس بالامور اللي بتختص بالفن وبالترفيه يعني بنلاقي اوروبا من الأشخاص اللي بيقدروا هالفنون كلها. الياس من كمان الضحايا اللي كانت يعني بفيروس كورونا غير السينما، المهرجانات بلبنان، المهرجانات العالمية، المهرجانات اللي ألغيت على كافة يمكن العالم. فينا نحكي عن هذا الموضوع شو تأثيره وكيف ممكن نرجع نعوض؟ ممكن، بس يعني السنة بعتقد خلص يعني كله فات بالتأجيل.
مثل كان اللي ضلوا لاخر لحظه تيريف ريمون ودي الفني وبيير لوسكور رئيس المهرجان انه لا ما بدنا نقول عم نلغي لحد ما اخر شيء خلص نحطه قدام امر الواقع واعلنوا سيليكسيون اوفيسيال اللي هي اللائحه الرسميه وكان عندنا حظ نحن بلبنان بسطنا فيلم بروكن كيز لشركه ازيكيال اخراج جيمي كيروز كان ضمن هاللائحه الرسميه وكمان في فيلم كان من اخراج دانيال عربيت باسيون سامبل يعني هدول الافلام اذا بدك يعني اخذوا مثل نوع من اللوريا يعني تكرموا انه اختاروا هالمهرجان ولكن الغي اول مره بتصير بتاريخ كان من ايام يعني ريفولوشن وعملوا بديل اللي هو سوق الفيلم اللي بيتم فيه تبادل الافلام الشراء والبيع عملوه بطريقه فيرتشوال اونلاين من 20 ل 26 الشهر الماضي ولكن اصروا وهيدي شغله كثير مهمه انه الفيزيكال اديشن او الدوره العاديه مثل ما هي ما تتحول او يتم استبدالها بفيرتشوال اديشن او رقميه هذا ممكن يصير في مهرجانات مثل الفستيفال انسي الفرنسي اللي اهم افلام الانيميشن دغري لغيوه للسنه الجايه وغيرها كثير حتى كان السعوديه كان عندها مهرجان رائع مهرجان اول دوره كانت مهرجان البحر الاحمر من موضوع الفيرتشوال اولك لانه خافوا انه اذا مشوا فيها مره معقول تنجح معهم وبعدين تاخذ مكان مثلا المهرجانات الطبيعيه اللي بتصير لانه ديانا صراحه هيدا مش هيدا ما يعني اكيد تنجح بس في اوريدي مهرجانات فيرتشوال يعني مهرجانات كهربائيه بس اذا عملتها يعني شو الفايده منها ما هو المهرجان عباره عن شو انا مشيتي بس انزل من البيت او من الاوتيل ورايح المهرجان وفوت احضر الفيلم واطلع اشرب قهوه برا واقف مع العالم اتناقش بين النقاد محبين هيدي التجربه بحد ذاتها هيدي كيف بدها تتعوض رقميا ما يعني مثل ما عم ينحكى بالمدارس انه رح يصيروا كمان اونلاين ايه اونلاين يعني بتخيل انه اذا وقفنا حياتنا ورحنا على الاونلاين وعلى الفيرتشوال ما بعرف يعني دون شك انه التكنولوجيا عم تفرض ايام خصوصا ضمن واقع الحال يعني سرعت الامور الكورونا فايروس او الكوفيد 19 نحن مع الايجابيات يا الياس بس انه عم نعيش سلبياتها كثير دون شك وحتى هذا الكونفرنس سنتر لو مثل ما بقول واحد استاذ يوقف ان كان مدرسه او جامعه ويحاضر عم يقول انه كمان بيتم التعويض عنه هذا شيء افضل لا اكيد مش افضل انتم بتعرفوا لانه حتى بالبيت ما راح يركز ان كان تلميذ مدرسه او جامعه او حتى واحد يحضر فيلم نرجع للسينما ما راح يتعود عشان هيك الفستيفال لا مش نفس التجربه سوري الله يقويكم طبعا راح اللي كثر خلينا نحكي عن No Time To Die No Time To Die هيدا كان عن جد كانت أول خطوة جريئة مثل ما ذكرنا من شوي لما يعني قيمة شركة MGM بتأجيله هالفترة الطويلة من 7 أشهر خصوصا أنه كان الفيلم أوريدي تأجل شي 3 مرات أول مرة لأنه غيروا المخرج من داني بويل إجا كاري فوكوناغا ورجع دانييل كريغ يعني هيدا آخر مرة رح يمثل دور بوند نحن مش مصدقين قد مبسوطين أنه رجع قد ما نجح فيه لوى كيحله أو كسر كيحله ورجع صار في تأجيل آخر واحد حطوه بإبريل ورجعوا هلأ دفشوه ل 25 نوفمبر على أساس اللي هو ويك أند عطلة عيد الشكر بأمريكا اللي هو ويك أند كتير مهم للأفلام رجعوا قربوه جمعة ليه؟ لأنه معتبرين أنه بيقلع الفيلم تقليعة بيرجع بياخد البوم تبعوله بعد جمعة خصوصا أنه دانييل كريغ هو كمان ديك السنة بهدي هالعطلة نهاية الأسبوع هذا العيد كمان سيطر بفيلم نايفز أوت اللي كمان كان كتير رائع لأدغار رايت سو عفوا لرايان جونسون سو عم يراهنوا على هذا الشيء بس كمان بنفس الوقت تأجيله ممكن كمان ما يعطي البوم اللي كان بده ياخده بشهر ابريل بنيسان سو لانه باخر السنه بنعرف نحن قد في مجموعه افلام مهمه وافلام الاوسكار كمان يعني في بعض الاوقات لو في اشياء ردي ولو في اشياء رح ينعملها بوست بشكل مش طبيعي صحيح. في اشياء رح تقشط ناطرين ومناطره لانه بالنهايه غير انه فيلم لداني كراك في شغل كثير حلو عم ينعمل عليه وهلا بعتقد رح نشوف تريلر وقد ايه هذا الفيلم مميز Why would I betray you? We all have our secrets. We just didn't get to yours yet. The world is arming faster than we can respond. Where's 007? I need a favor, brother. You're the only one I trust for this. The world's moved on, Commander Bond. You were 00? 2 years. So stay in your lane. You get in my way, I will put a bullet in your knee. The one that works. I thought you two would get along. Name? Bond. James Bond. So you're not dead? Hello, Q, I've missed you. It's the most valuable asset this country has. If you feel yourself losing control, I'm not going to lose control. James, you gave up everything for her. When her secret finds its way out, it'll be the death of you. What is it? I don't know what this is.
James Bond. License to kill. History of violence. I could be speaking to my own reflection. Only your skills die with your body. Mine will survive long after I'm gone. يعني الياس شفنا دانيال كريغ وشفنا هالتريلر الحلو كتار منهم بحبوه كتار منهم بحبوا مثلا اكس جيمس بوند اكترز مثل بيرس بروزنان وغيرهم. بدي احكي عن موضوع انه بهالايام عم نشوف الياس كل هالافلام عم تصور تقنيات كتير عالية والى اخره, ولكن ما في مردود مادي كتير كبير للسينما قد قبل, وخاصة للسينما الأطفال. يعني عم نشوف في تراجع بهذا الموضوع دون شك. بنرجع بنقول انه في امور كثير اثرت, يعني خصوصا على الانتاجات مثل منصات البث الترفيهي مثل نتفليكس وغيرها, وشفنا كل شركه قد ايه عم تجرب تقلع هي المنصه الخاصه فيها. يعني شفنا ابل عملوا ابل تي في بلس, وانه اصلا ما خصهم بالانترتينمنت من شركه التكنولوجي. شفنا ديزني قلعت ديزني بلس, شفنا يونيفرسال مع بيكوك. مش كلهم متواجدين بالمنطقه عندنا, بس عم يتواجدوا اكثر واكثر. اكثر شيء نتفليكس اكيد بعدها مسيطره لانه هن الاقدم. هذا الشيء يعني عمل اذا بدك عم تقول رده فعليه على السينما. بس برجع بنقول ما في شيء رح يعوض عن السينما. هلا الخيار هون انه يكون اذكى نعمل افلام اللي يخلي فعلا العالم تتحمس دائما وتجي تروح على السينما, مش بس انه يكون بادجت كثير كبير, مش بس انه تكون مؤثرات كثير مهمه, بدها تكون فعلا دائما رح يكون في هيدا البوش الياس. يعني من بعد كل شيء قطعت في السينما بهالفتره, رح يكون في هيدا البوش, رح يكون في هيدا الفكر البوش بمعنى يعني بمعنى الاقتصاد المالي اكيد. يعني عم نشوف قد ايه في شركات كلها, وحتى هونيك في دول بتعرفي بتوقف وراء دعم شركات الانتاج وبتجرب انه تقلل عنهم قسم من الضرايب, مطارح التصوير بجمع لهم ريبيتس. يعني اكيد رح يكون في تسهيلات اكثر. والغير هيك في قصص اوريدي تم انتاجها بس ما انبيعت وما وصلت السينما, وهيدي كمان تاثرت كثير. يعني سؤالك هلا دغري بجاوبك عليه, بفيلم فينا نشوف تريلر تبعوله رح نشوف هيدا التريلر بعد ما نتوقف مع فاصل الاعلان. بنرجع بنواصل مع اكيد الناقد السينمائي اليويس دمر. ضلكم معك انا مشاهدينا. We'll be right back.
شرفتونا. ناقد السينمائي الياس دومر بعدنا متابعين حديثنا وعم نجرب هيك ناخذ شويه اخبار منه كونه مطلع اكثر منا بكثير. طبعا بدنا نقول لك اهلا وسهلا فيك الياس. يعني هيك عم نعمل معك جوله على الافلام يلي كانت معمل لها فريز واللي رح نرجع نشهدها قريبا. عم نحكي بالحلول، عم نحكي بهالفتره باي طريقه نحن قدرنا نتابع شوي ورجعنا للقديم ورجعنا لورا. كمان هيدي على فكره نقطه كثير مهمه، كان في كثير اشياء منسيه، كان في كثير اشياء نحن بنحبها ولكن ما كنا نعطيها الوقت لان على طول في انتاجات جديده، على طول في اصدارات جديده رجعنا لها. مش غلط، بدنا نحكي عن جراي هانت ل توم هانك، تمثيل كتابة وإنتاج. صحيح، هذا المشروع اللي هو كتير معلق فيه، غير أنه اشتغل على غير أفلام وكتبها مثل That Thing You Do وغيره، بس هذا بيعتبره هو أنه عن جد مشروع صار له 10 أو 12 سنين عم يشتغل عليه ومعلق فيه وناطر مناطر أنه يقدر ينجو وينزله بصالات السينما. هلا عنده حرقة كبيرة وحسرة بآخر مقابلاته عم يقول كان توم هانكس أنه صحيح الفيلم ما رح ينعرض سينما، يمكن عوض خسارته انه بكلف حوالي 50 مليون دولار انه رجع مبيع، بس مبيع لابل تي في بلس. ابل تي في بلس هي اكيد منصه رقميه مثل غيرها اللي خاصه بشركه ابل اللي قررت تفوت بهذا المجال وتنتج وتطلع كونتنت خاص فيها. سو الفيلم يعني اكيد خصوصا عم يحكي عن حقبه بالحرب العالميه الثانيه، عم يحكي انه هو بيكون كابتن كراوس قائد قافله من حوالي 37 سفينه بده يوصلوا جيوش وامدادات. تخيل هذا كله سوى هالانتاج الضخم مع هالكتاب اللي من كل قلبه عم يحط فيها كان توم هانكس، دغري راحت على منصه رقميه. طيب وما نزلت على السينما. بس السؤال بيطرح نفسه، يعني هون كل هالافلام اللي عم تحكي عنها هيدي ما توقفت تصويرها مثلا باثناء فيروس كورونا، او في البعض منهم كان نفذ قبل او هلا عم بيتم استكمال التنفيذ البعض الاخر؟ يعني شو وضع هذا الموضوع؟ يعني مثل ما نحل قلتي لي ديانا سالتي السؤال، انه في افلام مثل مثلا نقول لنا تنت او نو تايم تو داي تاجلت، فاست اند فيرست تاجل من نيسان لايار سنه وغيره كثير من الافلام. في افلام توقف انتاجها، عم نحكي مثلا عن ماتريكس 4 كانوا عم يصوروا ببرلين ضبضبوا فلوا، ميشن امبوسيبل 7 كانوا بفينس ضبضبوا وفلوا كل فريق العمل. سو هول اللي عم نحضرهم اليوم كلهم خالصين اوريدي كانوا اوريدي منهم رح ينطر تنزل بصالات السينما لانه ما ممكن يتحملوا هيك انتاج ضخم مثل تنت وجيمس بوند انه فوق ال 200 مليون او 250 مليون دولار ما ينزلوا بصالات السينما لانه نو واي يقدروا يحققوا الربح على هالنوافذ او المنصات الرقميه، ولو مبيع للتلفزيونات لو شو ما كان مضطرين ينزلوا بالسينما. وفي افيل مثل هذا مكلف 50 مليون دولار تبع توم هانكس اللي هو جراي هاوند، مبيع بفارق 70 مليون لابل يعني عوض هذا، بس ستيل بالنسبه له هو هذا الفيلم معناه المعنى الاساسي له انه ينزل بصاله السينما، وخاصه يعني بهال عم نحكي بهالاطار اللي هو فيه حرب عالميه ثانيه وفي شغل على الاخراج وعلى الانتاج والقصه يعني مثل ما ذكرنا. بنرجع لقصه التوقيت اللي حكينا فيها من شوي، يعني في توقيت كمان بيلعب دور، ما فينا ننزل فيلم ما يكون توقيته صح. صحيح. وما بنكون عملنا شيء، بس بالنسبه لهيدا الفيلم بتخيل توقيته مثل ما ذكرت 100%. هو عم يقول الشيء الوحيد اللي عوضته توم هانكس انه مبيع يعني ما خسر الفيلم، بس هو مش عامله حتى يروح دغري على المنصه الرقميه. صحيح. يروح على السينما. رح نشوف هلا نشوف التريلر. يا What are we gonna do? We'll bring hell down from on high. Congratulations on your first command at last. I'll always be looking for you, Evie. Even if I'm 1,000 miles away. Air escort to Greyhound. You will now be out of range of air cover for the next 5 days. How many crossings does this make? This is my first. I got some. Most likely a U-boat. He's trying to slip under us! Fire! We have a kill. Distress rocket, sir. We have hits directly on the convoy. A wolf pack's hunting us. U-boat starboard bound! We've lost
7 ships and 50 souls. What you did yesterday, gotta stick today. It's not enough. Disappeared, sir. Here they come. What are we gonna do? We'll bring hell down from on high. إذن مع هالأفلام العالمية اللي عم نشوفها بدي انتقل شوي من الأفلام العالمية الياس إلى صلاة السينما اللبنانية والأفلام اللبنانية اللي انحطت شوي on hold بسبب صحيح. الفيروس وغيرهم. شو وضع السينما اللبنانية اليوم؟ أول شيء وضع الصالات مثل العالم بعدها مسكرة، يمكن بس في صالة واحدة أو مجمع صالات واحد لأنه بيرتبط بصالات بالإمارات فتح، وأكيد كمان فتح مثل ما عم نعمل كل الصالات، يعني عم يرجعوا ينزلوا أفلام اللي نزلت بأول شهرين من السنة، حتى أفلام حتى أقدم من هذيك السنة اللي ما أخذت حقها وحتى أفلام تجارية ممكن يرهنوا عليها إنه تجيب لهم عالم، يعني مثل بيردز أوف راي أو حتى باتمان فيرسس سوبرمان اللي قد رجعنا لورا، بيوتي أند ذا بيست. وأكيد السينما عندنا هون تأثرت مش بس بأقفال صالات، تأثرت بالإنتاجات، يعني كان في كثير أفلام ومنها تأجل، وفي زعلنا أصلاً على فيلم اللي هو كان مفترض ينزل بعد الثوره ورجع تاجل من ورا الكورونا، وبعده اليوم مثل ما بقول علقان بالهواء مثل ما طلع الفيلم اللي هو يربى بعزكم، واللي عن جد فيه مثل ما بيقولوا مجموعه من الممثلين كثير بنحبهم، يعني مخضرمين مثل عمار شلق، باميلا الكيك، شادي حداد، استاذ جابرييل يمين وغيرهم. والحلو فيه انه هو موضوع هيك اجتماعي حساس، وعم يطرح هيك قضيه لاول مره بنشوفها، وفي كوميدي كمان كثير سلسه، ولما حضرناه كلنا يعني ان كان نقاد وصحافه اثنين عليه الفيلم، وكل العالم كما تشوف التريلر بتسالنا ايمتى رح ينزل. سو عن جد الافلام ان شاء الله ترجع تاخذ حقها لما تفتح الصالات، وهون الاتكال على المشاهد وعلى العالم انه يتسلحوا باجراءات الصحه ونروح على السينما، ما بدنا نخاف. قبل ما نشوف التريلر الياس، هيك نوع من الافلام له وقت معين ولا اني تايم؟ لا يعني بالعكس، يعني سو ما في خوف عليه، لانه قلت لي ان شاء الله يرجع ياخذ حقه. انا بس كعمل ايه هو بس الكونسيرن الوحيد، او اذا بدك الشيء الوحيد اللي بيقلقنا هو بس كيف بدها ترجع السينما، لانه انتم قلتوا في هذا الريسك والعالم شو خايفينه. بدنا قد ما فينا نشجع العالم، وقد اكيد الظروف السلامه رح تكون موجوده، وهون بنتكل على وعي الاسره السينمائيه والمجتمع السينمائي. ان شاء الله يا رب يكونوا واعيين بكفايه، لانه بتعرف اوقات الانسان ببعض الامور بيكون شوي مهمل، وهيدا الاهمال بيوصلنا الى 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 الى. خلينا نشوف يربى بعزكم. وافي فاش ماما ميت الراس عجي طبنا الحكي عجي العجي. غرفة الولادة محجوزة للمدام هلا. وين هي مرتين؟ لخدمة يا حنا. الو اي انت بدك عن قرار؟ انا تخيلك اذا بصير لها شيء بيعمل لها فضيحة بالاعلام. رح نولد لك مرتك، انت ما بتعترف بس تشوف ولادك. انا بدي اشوف مصاري. اتفقنا بونجورنو برينشيبيسا. بنجيها بنجيها، ليش بده يكون حقها؟ يعني 20 دولار بالطالع 20 دولار بالنازل. حقها 500 دولار. كيف مشي جابرييل؟ منيح، راحوا امي على استراليا، عم بيعملوا جوله عجاله. أستاذ مسعد، مثل ما بتعرف نحن ما عنا مطارح بالمستشفى. ما فيش أوضة تساعد تنام؟ ولا ما شي سكسويني؟ ولدت؟ أوكي أوكي أنا بتصرف. مدام سونيا وصل الأمبولانس، صرنا جاهزين لنقلكم. قل لهم يرجعوا هلا. مرتي رح تبقى هون ومش رح تتزحزح سنتي، سمعتني أو برجع بعيد. شم ديرنا رامين إنش كرافاريل؟ شم كيدير إنش بتنام؟ مين طلب درك؟ أنت بتعرف أنا مين؟ شو اسمك أنت؟ ليك من اليوم هون بكرة مش هون، بعرف شو بدي أقفل. معليش حبيبتي، ما
ومن الإصدارات اللبنانية المتوقعة إن شاء الله يا رب، ونجومنا اللبنانية رح نروح على تورونتو مع نجمة لبنانية منفتخر فيها، بدنا نحكي عن نادين لبكة ومهرجان تورونتو. مزبوط. تورونتو يعني عم نحكي دولة 45، صار له فوق 45 سنة، أهم المهرجانات العالمية، واللي أكيد كمان الأفلام اللي بتمرق فيه يعني لها حظوظ كبير تروح كمان على الأوسكارز أو غير احتفالات سينمائية. قرروا السنة إنه بدهم يكون عندهم 300-400 فيلم، رح يعملوا أكيد دورة مثل ما بيقولوا شوي مخلصة مصغرة. 50 فيلم رح ينعرض منهم قسم فيزيكال بصالات السينما، وقسم رح ينعرض أونلاين. وحتى يعني بوجه هون تحية لصديق الأهلي بكندا أوليفر نوفل، حكي مع المهرجان وقال لهم بدي أحضر، قالوا له لهلأ بعد ما عنا التركيبة النهائية، يعني بتكون تنطر شوي علينا لأنه بعد قصة الكوفيد أو الكورونا بعد محيرة الكل. لذلك كمان من القصص المهمه رح يعملوها المهرجان على هامش انه العروض ان كان بصالات السينما والرقميه، رح يدقوا 50 شخصيه من العالم، من اشهر الشخصيات يعني بنحكي مثل تايكا وايتيتي، ايزابيل اوبير، مخرجين، كتاب، ممثلين من لبنان، يكونوا من لبنان نادين لبكي، ليكونوا هالشخصيات 50 سفير تيف امباسادور او تورونتو انترناشونال فيلم فيستيفال امباسادور يكونوا كمان موجودين معهم بالمهرجان. بقى كمان هذا الشيء نحن بنفتخر فيه لبنان. نقول الف مبروك لنادين لبكي. صحيح. بس كمان غير نادين لبكي زوجة مسيو مزنر على ما اظن، خالد مزنر المشهور بالموسيقى التصويريه للافلام السينمائيه وغيرها، منتج كمان مع الافلام وايضا هو منتج. اليوم شو حيكون دوره كمان بهالمهرجانات؟ من يومين كمان انضم اسمه لاسم عدد كبير من النجوم العرب اذا فينا نسميهم او الشخصيات العربيه اللي الاكاديمي أكاديمية الفنون والعلوم البصرية الأوسكار انتقت حوالي 816 شخصية عالمية ومنهم من دول عربية أشخاص، ومنهم خالد مزنر أن يكونوا أعضاء في هذه الأكاديمية، لأن كمان بيصوتوا على ترشيحات الأوسكار. انضم من بعد ما كده كانت منضمة قبل مش زوجته المخرج نادين لبكي، وبيبقى له يكون ممثل كمان هيك لأنه عنده هيبة وسيم وسيم عن جد. بعد أنه خالد بيحب، هو بيقول كمان أنه كتير يمكن يكون متكلم أو بالعكس بيحب يمكن يعبر أكثر بموسيقته، بس وكمان الكاريزما تبعيته قوية وعنده ستايل. صحيح 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 صحيح. فأكيد يعني بنفتخر دائما بكل هالشخصيات اللبنانية اللي عم تمثل لبنان وتعطيه أمل بعد زيادة بهالظروف الصعبة. صحيح. وعلى أمل بعد نشوف انتجات أكثر وترجع على السينما اللبنانية بألف خير إن شاء الله. من حييهم على كل حال، بيستاهلوا أكيد. بدي أحكي بفكرة البروجكشن بإيرلندا اللي صارت كمان بفترة كورونا. مزبوط. يعني هيدي أيديا من الأيديات يلي طلعوا فيها. أي مهضومين يعني كتير. كنا من شوية عم نحكي عن درايف إن والسينما سيرلوبيز في باريس. حدا اسمه سكوت دوغن بإيرلندا بكورك قرر كمان مثل ما شفنا كتير على انستغرام ووسائل التواصل الاجتماعي يصيروا يدقوا ميوزك على البالكونيز والعالم تتشارك مع بعض، واهم عازفين كنا شفناه هون. شخص كمان قرر انه افلام كلاسيكيه تشارلي تشابلن، مارلي مورلو وغيرهم، عمل بروجكشن هلا بنشوف بصوره على حائط مبنى كتير كبير، وهو تشارك مع جيرانه تجربه انه يحضر افلام كلاسيكيه. تخيلوا عمل بروجكشن ذكرنا بسينما باراديزو فيلم تورناتوري الشهير، وبيسمعوا كمان كل واحد على الراديو عنده بالبيت وتشاركوا اللي شفنا هون الصوره كيف عم يحضر احد الافلام الكلاسيكيه على حالته. تعرف حلو يعني كمان انه المونيومنت اللي نقاه بتحسه مونيومنت تراثي 100%. يعني مثل كانه يتماشى مع الافلام الكلاسيكيه. صحيح. صحيح. القديمه، مش انه شوي بعيده عنا. الياس يعني اليوم عملنا عن جد جوله كيف العالم تعاطت بفيروس كورونا مع السينما. تعرف الإنسان وقتها ينحط شوي هيك بالزاوية بيخترع، بيضطر يخترع. بدي أحكي عن السنة مثل الأطفال. أيه. شو رح يصير فيها هلأ، خاصة أنه الأهل بخافوا على أولادهم يبعثون على السينما، منها شغلة هينة. بعتقد اكيد هلا بالعكس، يمكن انا شفت انا وقتها بالكوفيد وقت فتره الكورونا شفت انه الاطفال يمكن صابوا اقل، بس مش معناتها انه لازم نخاف عليهم اقل. يمكن عامل انه يخافوا انه ياخذوهم على السينما بس مش معناتها انه الاولاد ما بينصابوا. صحيح. بامريكا انصاب فئه كثير كبيره من الاولاد، يعني خلينا ننوه ونقول انه الولد معرض الى فيروس كورونا مثله مثل الكبير. صحيح صحيح. مش هيك اذا اتخذوا الاجراءات مضبوطه، وطالما انه عم نشوف نحن المسؤولين واصحاب الصالات عم يكون في فتر يعني مسافه جد مهمه، يعني اربع مقاعد عم نحكي بالمتر ونص مترين، ولا قدامك ولا رواكي في حدا، عم تكون انت باللوبي او ما تكون متواجده مع غير عالم بدك تحجزي، حتى الحجز عم تشوفه عم يصير اونلاين، وما تكون واقفه انت بكيو وتشتري بطاقه وتمسك قصص تتنقل من ايد لايد اللي هي تذاكر او البطاقات. بعتقد هيدي بتخلي حتى الاهل حتى يحسوا حالهم سيف، طالما اخذين هالاجراءات وحاطين الماسك وراحوا بضل حتى ماركت افلام الاولاد، مش انه بدنا نروح نحضرهم بس على الدي في دي بلوراي او نحضرهم على نتفليكس، بضل فينا ناخذهم على السينما. بس في اصدارات جديده او معلقه او يعني بالنهايه بكفيك بس ديزني لوحده، يعني سول يعني هو احد اهم منتجات هذا الفيلم اللي كلنا كنا معولين نحضره بكان. بس اليوم صرحت انه عندها خسائر هائله بسبب الكوفيد، يعني بدون شك. وانا بقول لك خسائر بعد ديزني عم تجي، مش بس اصدارات الافلام، هن اكلوها مثل ما بيقولوا الضرب الكبير لما تسكرت كل الاميوزمنت باركس او المنتزهات. هون هيدي كل وحده كل منتزه عم يسكر بالعالم او متنزه، هيدا
كذا بليون بالشهر، لانه لوحدهم فوتهم عائدات من البطاقات، من القصص اللي عم نشتريها جوا، من المرشندايز، من الفود، لكل شيء، للسوفينيرز اللي نشتريها من ديزني. عالم اخر، لانه عالم اخر. وكل فيلم بتصير تفوت انت، تفوت باللعبة اللي بقوله او المناش تبعوله بغراضه وبتيبه، بتنزل دغري بالشنطه تبعه. يعني هيدي التريك. لحظه لحظه، والله يعين الاهل هلا بوضع اقتصادي مزري وبدهم يشتروا هالالعاب تبع ديزني وتبع كل هول، مشكله يعني. هلا نحن بالنسبه لنا لنوصل نرجع نفكر اذا بدنا نشتري ولا لا. كيف بتشوف مستقبل او هيدي اول خطوه يعني من بعد كورونا، من بعد ما ترجع الحياة الطبيعية، كيف بتشوف السينما؟ كيف بتشوف الرؤية؟ هلا في كتير أفلام تم إنتاجها ومثل بيقولوا in the pipeline، ناطرة كلها تطلع، وفي أفلام رح يكفوا. في إشي رح تروح دعان؟ yes. مش يعني ما أقول دعان، عم يجربوا قد ما فيهم ينقزوه مثل ما عملوا، مثل ما هلا شفنا مثل جراي هاوند اللي هو راح دغري على ابل تي في بلس. في كمان بعد معنا مشاهد اولد جارد اللي كمان مثله مثل جراي هاوند بينزل اليوم بس على نتفليكس. وكمان بيشبه افلام مثل 6 اندر جراوند وتريبل فرونتير اللي هي مجموعه هالاشخاص، هون عم نحكي عن سوبر هيروز، بيتشاركوا مع بعضهم بضمن فريق وبيروحوا حتى ينفذوا عمليه مستحيله وينقزوا والخير، يعني هالكليشيهات. بس هيدي بتضل ما تروح على السينما، عم تضل نتفليكس تحطها، تحط نتفليكس بدها كمان ترضي بيقولوا الماس. بدها ترضي الجمهور العريض اللي هو بده بس ترفيه وبيعمل بوب كورن بالبيت بيتسلى. دون شك انه السينما يعني هون ذكرت شغله مهمه تمام، انه الرجعه رح تكون صعبه لانه خياراتها بدها تكون بعد دقيقه اكثر وازكى، لانه العالم قد صار لنا احنا 4-5 شهور حياتنا ما شفنا شباك التذاكر بيحطوا عليها انه كوفيد 19 بانديميك، ما عم يفوت لهم الا اللي بيقولوا فوتات المصاري، كان كم الف دولار من بعد ما كانوا يفوتوا ملايين الدولارات كل يوم. يعني خلينا نقول الياس انه الخيارات صعبه، ولكن دائما الانسان بس ينوي بيعمل لو كان كل شيء مستحيل. بدنا نقول لك يعطيك الف عافيه الياس دومار، حضرتك ناقد سينمائي واليوم نورتنا هيك، كيف ممكن فينا نرجع على الاقل نحضر سينما باقل خسائر ممكن. ان شاء الله بترجع السينما قريبا، وان شاء الله هيك بترجع تكون بالف خير. يعطيك الف عافيه وشكرا على وجودك معنا. بعد الاعلان بينضم لنا المؤلف الموسيقي اسامه الرحباني، خليكم معنا.